أهلا بكم من جديد، نصحبكم بجولة في ساحة المهد لنلتقي مع بعض المحتفلين في العيد. كل سنة وانت سالم. جاي مع العيلة على بيت محمد. من وين انتو؟ من بيت سحور. من بيت سحور جايين تعيدوا؟ اكيد. نعم. كيف اجواء العيد واجواء الزينة ببيت لحم؟ الحمد لله تمام، بتجنن. كل سنة والجميع بسالمين، ان شاء الله بنعاد علينا بحدات بعد وبعم السلام ان شاء الله ان شاء الله. كيف شايفة اجواء الزينة بالعيد؟ والله كمان يعني حلوه، بيت لحم دائما مزينه ومزينه باهلها كمان بالضيوف اللي بيجوها. انت من بيت لحم؟ من بيت لحم. يعني حاسس انه البلد اليوم تستضيف ناس كل فصل؟ طبعا يعني هاي السنه عيد الميلاد والاعياد كلها طبعا بيت لحم هون كثير حلوه، وزي ما حكيت لك يعني برضه مزينه باهلها اللي بيجوا بيزوروها، يعني غير انه الزينه يعني حلوه وكل شيء حلو فيها بيت لحم. وفي توافد ناس عم بتحس زي كل سنه ولا اقل ولا اكثر؟ لا اكثر. كل سنه وانتم سالمين. كيف شايفين اجواء العيد ببيت لحم؟ حلوه جدا. زينه كيف؟ احنا اصلا جايين عشان نشوف الزينه. شو امنيتك لسنه 2017؟ كل سنه حلوه على الجميع وبتوقف الحروف، انه كنا الحمد لله كنا ناجحه بالمدرسه. دائما بيت لحم مميزة بعيد الميلاد ودائما يكون في استعدادات، وإن شاء الله بيكون في حركة سياحية جيدة في الأسابيع القادمة. كيف الاستعدادات؟ كل سنة منجهز الشجرة والمحل من بضائع، كلها منكون بتصنيعها في مصانع الشركة، وإن شاء الله يعني لحد هلا الأوضاع رايقة شوي، ما في سياحة كما هو مطلوب، لكن دائما السواح بيقوموا بزيارة خلال العيد وبعد العيد. يعني بعد في وقت إن شاء الله. وللحديث عن برنامج صلوات العيد وأبرز التحديات التي تواجه المسيحيين في فلسطين، نلتقي مع الأب أكثم حجازين راعي كنيسة لاتينية في بيت جالة. أهلا وسهلا فيك. أهلا، وكل عام وانت بألف خير. وانت بخير إن شاء الله، وجميع شعبنا وجميع المشاهدين في التلفزيون العربي أيضا بخير بالأعياد الميلادية ورأس السنة المبارك إن شاء الله الجديدة. أولا دعنا نتحدث عن برنامج الصلوات في هذا الأسبوع. كل سنة هو تقريباً البرنامج الروح نحكي وصلوات، هو برنامج طبيعي بيبتدئ 4 أسابيع قبل الميلاد، نسميه فترة زمن المجيء، زمن المجيء الروحي اللي المسيحية بتحضره روحياً في 4 أسابيع متواصلة لفكرة لروح الميلاد، روح الميلاد روح المجيء. لكن كمان بتزداد الروحانية درجة أعلى بآخر 9 أيام، نسميها التسعية، يعني آخر 9 أيام في صلوات يومية يوم بعد يوم نتأمل في أحداث الميلاد المباشرة اللي فيها اللي تمت قبل 2000 سنة ولليوم بتتم روحيا في حياتنا. نعم. وبتكتمل ليلة 24 على 25 شهر. في يوم 24 شهر بيدخل عادة غبطة البطريرك، بطريرك اللاتين في القدس، السنة بيكون هو المدبر الرسولي لبطريركية القدس، وبيدخل على الكنيسة ليقيم صلوات الليل اللي بتبلش الساعة 11 بالليل بصلاة بسموها صلاة الفرض، مزامير روحية اللي الإنسان روحيا بتحضر، وعلى 12 تبتدي أجراس الميلاد في ترنيمة، أجمل ترنيمة حدثت هنا في بيت لحم، ليلة الميلاد عندما رنمت ملائكة السماء، وهي الترنيمة الجميلة: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وللناس المسرة. وتنتهي طقوس قداس ليلة الميلاد الساعة 2 ليلا بوضع الطفل المغارة من كنيسة القديسة كاترينا إلى المهد، فيوضع الطفل اللي هو تمثال الطفل الصغير في هذا المكان، ومن ثم صباحا في القداس في قداديس من الساعة 2 بالليل للقداس الصباحي الساعة 10 في على مدار ساعة قداديس في المغارة إكرام للطفل الإلهي. طب من هم المشاركون؟ يعني يوجد فلسطينيون ولكن يوجد أيضا سياح. أكيد. نعم. أكيد. إحنا بلد مضياف. اليوم كمان في العالم كله بحب يجي يشارك في بدفع تذكرته وبدفع مصاريف كثيرة وبقطع بحور لحتى يجي يحتفل في الميلاد. فمنعطيه كمان، ولكن ما منحرم الإنسان الفلسطيني، ولكن الكنيسة محدودة المكان، فمنعطي فلسطينية ومنعطي أجانب، وهذا كله بيتم خلال ترتيبات المكاتب السياحية مع المكتب الحج المسيحي الموجود لهذه الغاية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المسيحيين في فلسطين في هذه الفترة في السنة؟ المسيحي هو فلسطيني،
وكل التحديات الموجودة على الشعب الفلسطيني هي تحديات على المسلم وعلى المسيحي، لكن للمسيحية في ظرف خاص اللي هو بسبب عددهم القليل. فلما دائما في العدد القليل يبقى التركيز على ظروفه، إن بقيت هذه الظروف وهذه الأوضاع بما هي عليه سنتساءل هل سيكون مسيحية على هذه الأرض بعد فترة؟ يعني من الواضح أن هنالك ازدياد في هجرة المسيحيين من فلسطين، أسباب هذه الهجرة في نوعين هجرة. نعم، في هجرة داخلية، داخلية بمعنى العزوف عن الإنجاب، يعني اليوم العائلات تنجب ولد أو ولدين بسبب الظروف كلها، الظروف المعيشية، المعيشية والسياسية والحصار والتعليمية والمتطلبات اللي معكوسة على الأب والأم في البيت، اللي بتنعكس على فكرته في الإنجاب لأنه راح تنعكس على أولاده في تعليمهم في صحتهم في ظروفهم وكل الأمور هذه. والقضية الثانية هي قضية الهجرة الخارجية، أنه هذا الولد بيخلص مدرسته هنا يجد حاله مغلق، يجد حاله في أمام حواجز، أمام حتى لو خلص جامعة هنا ما في عنده مجالات كاملة للعمل، فبينطلق يبحث عن سوق العمل الخارجي أو عن حياة أفضل بالخارج، وهذا هي مشكلة. فالمسيحي كل عائلة تهاجر، كل شخص يهاجر يجد مكانه فارغ، وهذا بيضعف أخوه الآخر المسيحي والمسلم على هذه الأرض، لأن المسيح والمسلم على هذه الأرض هم ملح هذه الأرض وهم حياة هذه الأرض. شو ممكن نعمل عشان نوقف هالهجرة برأيك؟ أول إشي إيماننا برسالتنا. المسيح قبل أن يولد في زمان احتلال، وأن يولد في ظروف قاسية بالاحتلال، يعني الاحتلال أجبره يجي على بيت لحم ليكتتب، والظروف أجبرته مش يولد في مستشفى أو يولد في بيت في غرفة، أن يولد في مغارة إسطبل. فإذا ابن الله المسيح قبل وتواضع وعاش خبرة الإنسان، أفقر الإنسان، أكثر إنسان متواضع وأكثر إنسان مظلوم قبلها، ومن ثم أجبر الاحتلال خوفا من القتل أن يهرب إلى مصر ولكنه عاد. فالرسالة الأولى أنه إحنا أن نقبل بالظروف التي نعيشها، لأن هذه رسالتنا على هذه الأرض، أن يرجع كل من هاجر من هذه الأرض. أنا ببيت جالة، اليوم في 10,000 مسيحي ببيت جالة، لكن في تشيلي في 250,000 مسيحي من بيت جالة، مسيحي فلسطيني من بيت جالة، من بيت جالة. فإذا بتمنى على هذولا لو رجع منهم 50,000 يحيي الوجود المسيحي. طب هل في تواصل بين مسيحيين مثلا في بيت جالة وبين مسيحيين في تشيلي كما ذكرت؟ نعم، يشكر الله. والسنة كان لأول مرة قبل شهرين كان في مؤتمر لمحافظة بيت لحم ولبلدية بيت لحم بيت سحور بيت جالة للتواصل، لدعوة كل أبناء أو ممثلين على أبناء المهاجرين المسيحيين من أرض منطقة بيت لحم بيت جالة بيت سحور وبيت لحم، وإجوا. كان في مؤتمر كتير لمدة تقريبا أسبوع 10 أيام، ورح يكون في مؤتمر ثاني بسلفاتور وبتشيلي. هذا أصبحت نقطة تواصل عميقة، اللي هم يعملوا على نوع من الاستثمارات هنا، من تنشيط السياحة، تنشيط العودة، دعم الوجود للشعب الفلسطيني على هذه الأرض، إقامة مؤسسات، ترميم البيوت القديمة، في منهم رجع يشتري بيت جده، وهذا إشي جديد ودعم جديد للوجود المسيحي، وترميم الكنائس كمان. نعم، الأب أكثم حجازين راعي الكنيسة اللاتينية في بيت جالة، شكرا لك وكل عام وانتم بخير. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير جميعا، وإن شاء الله أعياد ميلادية وسنة جديدة مباركة لكل شعبنا ولكل شرقنا ولكل العالم. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من هنا فلسطين، كل عام وأنتم بألف خير، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.